أول شغلة كل عام أنتم بخير لأمة سيدة محمد ولا كل مين غايب عن أهله وكل مين برات أهله برات البلد عم نعيد عليهم إنه كل عام أنتم بخير وكل سنة سالمين وإن شاء الله هيك الله بيجعل العيد الجاي خير وفرج علينا وعلى أمة سيدة محمد. تجهيزات هالعيد أخي إن شاء الله أمور خير يعني وشي جيد إن شاء الله. بالنسبة يعني للأسعار والأمور هي كلها في بضاعة بس قليلة كتير. إقبال الناس على الشراء يعني صعب كتير لأنه الناس يعني ما في دوبة تدبر أمورها أكلها وشربها وكمان لبسها ومعيشتها غالية. يعني أسعار كلها غالية اليوم. أسعار والله كافية ومثل النار يعني. اليوم بنطلون 7-8000 فرقة، كنزة مثلا 4-5000 فرقة، أطشية مثلا اليوم 7-8000 فرقة، يعني شو العالم إذا الواحد انكسر هو ومرته وأولاده بده 100,000-150,000 وما في هالحال كله بالمرة. هلا بالنسبة للصعوبات مثل ما قلت لك البضاعة يعني عم نجيب البضاعة نطلع مشوار على دول عشان نجيب بضاعة لهون. هاي أول شغلة. ثاني شغلة نكون مثلا فاتحين بأوان الله بهالليل أو بنهار أو كذا تطلع الطيارة ولا تطلع الطيارة أخي سكر العباد كلاتها محلاته ومشان ينضرب السوق بتزع النهار كلياته. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. بعايد أهلي اللي قال 4 سنين ما شفتهم إن شاء الله ينعاد عليهم بالصحة والعافية والله يجمعني فيه عن قريب يا رب. والله بناطرين جينز أطاشي مارين زاود في شغلات أساسية ما عم نحسن نجيبها بس كرمال مصاري وتفويتها. والله اللي ما عم يشتري اللي ما معه أخي ما في كتير يعني أولاد أطفال ما قادرين يشتروا شيء. أبا اللي ما عم يشتري والله لا أنا هذيك السنة كنت عبي البسطة جال شايفة 200,000 هاي السنة عبيتها 1,200,000 ومت ما بدي يعني فرقت أسعار أدبال مو دبل واحد. والله أنا بس أمنيتي إنه الأولاد الشهداء يكتسوا أولاد الأرامل اللي كله يلبس ونكون ما ناقصهم شيء يعني. والله تجهيزاتنا شوفت عينك. انا مصلحتي يعني ملابس ولادي من بيبي بناتي بيبي ولادي ومحير ان كان صبياني او بناتي. والله اقبال الناس على الشراء متواضع جدا متواضع يعني ما في اقبال يعني 30% 40% الاقبال مثل ما احنا بنتوقع يعني يكون 100% 40% او 50% اكثر شيء. والله حال الاسعار مرتفعه جدا غاليه غاليه الثمن. والله بتمنى الله ينصر هالامه يا ربي ويجعل هالبلد امن وامان بجاهنا واستقرار بجاه الحبيب محمد. قليل جدا يعني العيله اللي بتستهلك 3 كيلو مندوره بتاخذ كيلو. اللي بتاكل كيلو يعني خيار عم ياخذ خيارتين غلا يعني شو بدي الا غلا مو طبيعي كثير غاليه كثير حتى يعني حاجه المواطن ما عم يقدر يكفيها. كان الواحد على العيد ب 5,000 ورقه ينكسى ويتحلى وموالع هلا ولا 100,000 يكفي. اذا بده يكسي ولدين بده 100,000 يعني بالنسبة لي أنا عندي ولدين إذا بدي أكسيهم كسوة كاملة بدي 100,000 كيلو المعمول حقه 5,000 ورقة كيلو التين شغل بلادنا ومن عنا حقه 700 ورقة يعني شو بدي شو بدي أخيه. أول شيء أخي أساسيات العيد هي المعمول والبرازق والغريبة والبتيفور وبيجيك تاني شيء الحلويات العربي والأفرنجي. والأفرنجي هي حلويات أساسية بالعيد وغير العيد. هلأ بالنسبة لأقبال الناس حسب وضع البلد يعني إذا البضاعة متوفرة بصير بيع وشراء. وبالنسبة للأسعار لا تتوافق مع الناس. هلأ كيلو المعمول تقريبا ب 3,500
وبشكل بتيفور والبرازة الكيلو تبعهم 3000. طبعا هذا الشيء يعني أسعار باهظة كتير.